مشاهدينا، وحول استمرار أزمة تشكيل الحكومة في العراق في ظل تصعيد كل الأطراف والتلويح بالعنف، ينضم إلينا عبر سكايب من لندن الأكاديمي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور نعم الراوي، وعبر الهاتف من لندن أيضا الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد جواد فارس. نرحب بكما. أهلا وسهلا، حياكم الله. نبدأ معكم دكتور نعمة. بعد أشهر طويلة من نتائج الانتخابات البرلمانية النهائية، لا زالت أزمة تشكيل الحكومة بين الكتل والأحزاب قائمة وتتفاقم. إلى ما ترجع حقيقة هذه الأزمة؟ وهل هي أزمة سياسية أو قانونية؟ وكيف يحاولون تصويرها؟ أهلا وسهلا بك أخي الكريم ومشاهديكم الكرام. أهلاً. وبالأخ اللي دكتور يكون محمد. معي في هذا نعم. دكتور محمد. نعم دكتور محمد. الحقيقة بين الفصائل المتناحرة، وليس أسميهم السياسيين، فصائل كلها فصائل متناحرة، نعم، على الغنيمة. نعم هاي الغنيمة اللي جاء بهم الاحتلال من عام 2003 إلى حد الآن، نعم، لن يستطيعوا أن يبنوا ولن يستطيعوا أن يشكلوا حكومة ذات مصداقية، نعم، سواء للداخل أو للخارج. وأنا قلت على قناتكم الموقرة بعد الانتخابات مباشرة، نعم، قلت هذه الحكومة أو هذه الدولة، ما تسمى الدولة العراقية اللي الآن يصنعها جماعة المالكي ومن لف لفهم، إنها لن تقوم لها قائمة بعد الآن، وبالذات العنصر الشيعي. العنصر الشيعي بعد هذه الانتخابات فقد توازنه، فقد إمكانيته في تكوين دولة ذات مصداقية، وإنما الآن بدأ يبحث عن سلطة، والفرق كبير بين السلطة والدولة. السلطة هي النهب، السرقة، الاعتشاش على أموال الناس ونهبها وإرسالها إلى دول أخرى. أما الدولة فهي بناء دولة ذات بعد اجتماعي، اقتصادي، سياسي، يستطيع الفرد العراقي أن يعيش عيشة ذات مستوى جيد قياسا إلى البلدان الأخرى. طيب. فإذن احنا نستطيع أن نقول، نعم، أنه تشكيل حكومة بعيدة كل البعد ضمن هذه الطغمة الفاسدة التي يرأسها مع الأسف الشديد أو يسيطر عليها، نعم، جماعة المالك. ربما هي أبعد من أن تكون قانونية أو سياسية. نتوجه، نعم. نتوجه إلى دكتور محمد ونسأله، بعد أن ألقيت الكرة في ملعب الإطار التنسيقي، لماذا لم يتفقوا على مرشح حتى الآن؟ ما هي المعوقات الحقيقية؟ أنا باعتقادي أن الإطار التنسيقي، نعم، هو خليط غير متجانس من حيث التشكيلة المتواجد فيها، نعم، وليس لديهم أي برنامج، ولذلك أصبحت هناك خلافات ظهرت على السطح من خلال حديث الذي قام به الحكيم وكذلك مجموعة حقوقيين، نعم، أنهم أعلنوا انسحابهم من هذا التنسيق. ولذلك أجد من الضرورة أنه يكون هناك موقف لهذا الاتجاه، أنه يبتعد ابتعادا كاملا عن سلطة دولة بمجيء مندوبين منهم. اليوم أعلن الممثل عن لجنة التنسيق وهو عدنان السراج، نعم، هذا من حزب الدعوة، أن هناك في اجتماع عقد البارح هناك 5 مرشحين من التنسيق، لكنه لم يعلن منهم هؤلاء 5. والمعروف أنه المالكي هو يجد بنفسه من الضرورة أن يكون هو أول المرشحين
لتوجهات سلطوية جديدة على أن يثبت مرة ثالثة أنه هو يمكن أن يكون قائد لدولة العراق. وهو يعرف جيدا أنه هناك أقوال تقول المجرب لا يجرب، وهو الذي اعترف سابقا بأنه لم يكون في يوم ما مرشحا لرئاسة الدولة، لكنه تراجع، أنه هو الآن في منزلق كامل من خلال تصريحاته والتسريبات التي اتضحت، أنه يعلن التزامه بمبادئ الجمهورية الإسلامية ليكسب رضا إيران وقبوله كرئيس لجمهورية الرئيس لحكومة المستقبل في هذه التشكيلة الجديدة، الذي ممكن أن تكون هناك ترشيحات ستظهر للعلن لاحقا في الأيام القليلة القادمة. نعم. أما يوم الخميس أو السبت. طيب نذهب إلى دكتور نعمة ونسأل بمحور الصدر، يطالب العامري هادي العامري بالترشح لمنصب رئاسة الوزراء مع وعد بدعمه من قبل كامل التيار الصدري، ما الهدف من أن يدعم مقتدى الصدر هادي العامري في هذه المرحلة؟ أستاذ العزيز، هذه مناورة سياسية مناورة سياسية لجس نبض الإطار، ما يسمى بالإطار الشيعي السياسي، وليس قصدا انه هو سيدعم هادي العامري. نعم. لكن انه دا يشوف الاطار يتفاعل مع هذه النظره ام يكون مع هذه النظره. لذلك عندما يعلن انه الاطار سيرشح العامري، نعم، ستجد وسجلها عليه، ستجد اول من يقف ضده هو الصدر، لأن هذول ليس هدفهم أو نظرتهم بناء دولة، هذول نظرتهم مع الأسف الشديد أنه ابتلينا بأمريكا وبريطانيا، جابت لنا هؤلاء. نعم. الناس الذين لا يفهمون سوى السرقة واللصوصية ولكن وقتل الناس. دكتور، ألا تجد أنه يعني ترشيح مقتدى الصدر إلى هادي العامري ربما يكون حجر عثرة أمام المالكي للترشيح نفسه مرة ثالثة؟ أنا أعتقد المالكي انحرقت ورقته وإلى الأبد. وإلى الأبد المالكي انتهى في الحياة السياسية العراقية، انتهى، أصبح من الماضي. خاصة بعد هذه التسريبات. طيب. بعد هذه التسريبات أعتقد حقيقة أنه كرأي شخصي أنه المالكي أصبح من الماضي. طيب دكتور محمد، في المقابل بمقابل هذه الصورة، ائتلاف المالكي يؤكد أن الكاظمي أصبح خارج الحسابات في تولي رئاسة الحكومة القادمة، لماذا احترقت ورقة الكاظمي في هذا التوقيت بالتحديد؟ الائتلاف لا يريد الكاظمي وأصبح خارج اللعبة، لأنه الكاظمي هو عبارة عن رئيس وزراء للعراق. نعم. جاء بعد انتفاضة تشرين النجيدة التي أسقطت في ذلك الزمن الذي أصبحت شمعة مضيئة في عراقنا من أجل تجديد المواقف ونزع فتيل هذه التجاوزات التي ظهرت وتظهر دائما باتجاه ضرب مصالح المجتمع العراقي. نعم. والمالكي الآن هو خارج اللعبة، لأنه لا حول ولا قوة له. تقصد الكاظمي؟ تقصد الكاظمي دكتور؟ عفوا، الكاظمي. نعم. الكاظمي لا حول ولا قوة له، لأنه الآن يعني يريدون أن يأتون بالعوبة جديدة تظهر على الساحة العراقية من أجل دعم مواقفهم في جدة التنسيق.
واعتقد انهم سياتون بشخصيه هزيله، هذه الشخصيه تستمد كل ما هو مطلوب منها في توجهاتها من المحتل ومن ايران ومن لجنه التنسيق التي تضم العامري والمالكي واخرين. نعم دكتور نعمة، المالكي يعني أشيع عنه أنه هو وابنه أحمد يقومون بتسجيلات ثم يهددون بها سياسيين، اليوم هو وقع ضحية هذه التسجيلات والتسريبات، من برأيك وراء هذه التسريبات وما الغرض منها في هذا التوقيت بالتحديد؟ شكرا. قبل أن أدخل بسؤالك نعم. الكريم تفضل. أريد أعرج إلى قضية الكاظمي. نعم. أنا أعتقد الكاظمي أصبحت حظوظة قوية للبقاء على الأقل سنة أو أكثر كتصريف أعمال يعني. نعم. خاصة بعد دعوته إلى قمة جدة. نعم. لأن بايدن وبقية وكثير من الدول العربية ما أقول الكل كانت تدعم الكاظمي في هذه الشسمة، ولدينا معلومات مؤكدة أنه كان مدعوما من قبل كثير من الدول العربية وبالذات من بايدن. طيب. إذن الكاظمي سيبقى. الكاظمي سيبقى. ثانية. طيب. نعم. الثاني حول الأخ دكتور محمد حول نعم أنه سيكون إذا ما شكلت الحكومة سيأتون بشخص من الصف الثاني وليس من الصف الأول. نعم. ولكن ضعيف بحيث بقية الأحزاب أنه تستطيع أن يكون لقمة سائغة أمامهم والتلاعب به، وليس له أي قيمة سوى التوقيع على ما يريدونه من أوامر و قضايا اقتصادية واجتماعية وإلى آخره. نعم. لذلك أعتقد أنه أولا تشكيل الحكومة كما قلت ستكون بعيدة كل البعد، وسيبقى الكاظمي هذه الفترة حسب كثير من المعلومات، وليس تحليل، معلومة، أنه الكاظمي سيبقى على الأقل طيب. سنة أو أكثر. لو نعود إلى السؤال دكتور، من وراء التسريبات التي يعني فضحت المالكي وما يتهم به أعضائه أو شركائه؟ انقطع الصوت. هذا طيب. العامري. نعم دكتور. هذا العامري أعتقد وجماعته هم وراء تسريب التسجيل الصوتي للمالكي. نعم. إذن جماعة هادي العامري هم وراء تسريب التسجيل الصوتي لإحراق ورقة المالكي أمام مقتدى الصدر وأمام المكون الشيعي على أنه المالكي يريد اقتتال شيعي يريد أن يحرق البلد وإلى آخره، وبالتالي تصبح ورقة المالكي محروقة خارج الإطار المتنافس عليه بين القوى الشيعية المتصارعة. تمام. دكتور محمد، يعني في ظل الصراع كيف تقرأ الهجوم المسلح الذي استهدف منزل عضو بحزب الدعوة النائب محمود السلامي، وهل هو رد على تسريبات المالكي برأيك الذي هدد فيه باستخدام العنف؟ الهجوم المسلح على عضو في حزب الدعوة اللي هو محمود السلامي هي رسالة موجهة للحزب ولكتلة القانون وللمالكي نفسه من قبل المختلفين معهم بما فيهم التيار الصدري، ولذلك يراد منها أنه تكون هذه هي إشارة للآخرين بأننا نحن هنا ولا زلنا والساحة لنا، ولذلك هذه الهجمة التي جرت على منزل محمود السلامي هي إشارة توضح أن هناك بدء لصراعات جديدة. نعم. ممكن هذه الصراعات
أن تنشر أو تتوسع أكثر في جماهيريتها وفي حظوتها من أجل أن لا يأخذوا المالكي وكتلته على أساس أنهم هم المرشحين الوحيدين لرئاسة الحكومة. ومن ذلك نجد أن هذه الضربة هي عبارة عن إعلام للمجموعة التنسيقية بأنه لا يمكن أن نقبل أن يكون الشارع خالي من المعارضين لهذه التنسيقيات. شكرا ولهذا التآمر الذي ممكن أن يجري داخل هذه اللجان. شكرا لكم دكتور. من لندن الأكاديمي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور نعم الراوي، وأيضا من لندن الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد جواد فارس، شكرا جزيلا على وجودكم معنا.